بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية بشكر إدارة السكول أو المدرسة على الدعوة الكريمة علشان أدي محاضرة Introduction to Dust Plasma Physics. المحاضرة بصفة عامة هناخد الأوتلاينز أو الخطوط الأساسية عن إيه هي الدست بلازما وإيه الفرق بينها وبين الأوردينري بلازما أو الإلكترون عن البلازما. هنبتدي نتكلم What is a dust plasma، موجودة فين المين بروسس أو العمليات الأساسية اللي موجودة في البلازما، وإن شاء الله إذا ربنا أكرمنا نقدر نتكلم لمحات كده عن الويفز في البلازما. البلازما بصفة عامة عبارة عن ايونايزد جاز بيحقق ثلاث شروط، الزملاء اكيد اتكلموا عنهم قبل كده. ثلاث شروط اساسيه لاي ايونايزد جاز علشان يتحول يكون بلازما. لو عندنا بارتكلز السايز بتاعه كبير بيكون غالبا نيجاتيف ايونز زي اللي موجود اللي هو الدست جرينز او حبيبات الغبار اللي موجوده في البلازما، بيغير البيهيفير بتاع البلازما الى حد ما، سواء هي مشاركه في الحركه الموجيه للبارتكلز اللي موجوده او غير مشاركه. طبعا دي نيجاتيف. هنا لو افترضنا ان التشارج المحمله بيها هي نيجاتيف تشارج، فبيحاط بها طبعا بوزيتيف تشارج، وبيكون عندي حاجه اسمها غمد ديباي او ديباي سفير او كره ديباي حوالين البارتكلز دي. نص القطر بتاعها بيكون لامدا دي، واكيد انتوا عندكم فكره كيفيه حساب اللامدا دي. موجوده فين الدست بلازما دي؟ موجوده في الكوزميك بلازما، في البلانيتري نبيولا، في السوبر نوفا، في الاسترويدز، موجوده كمان في السولار سيستم زي الكومنتري تيلز والكوما والبلانيتري رينج، في الساتورن والجوبيتر والزوديكال لايت. عندنا كأمثلة ليها على سطح الأرض الأتموسفيريك أيروسولز والتشارجد سنو واللايتنينج الناتجة من الفولكينو. ده بالنسبة للسبيس أو للفضاء أو الظواهر الكونية اللي موجودة حوالينا. طب لو الإنسان نفسه هو ممكن يقدر برضه يكون بلازما، بتظهر في الروكت إكزوست أو في البريسبيتيشن علشان ان انا اقدر ازيل تلوث مثلا من السموكس او من السموك ستاكس. ممكن في المايكرو الكترونكس فابريكيشن او عمليه تصنيع السيمي كوندكتورز بيظهر برضه عندي الدست بلازما او حبيبات غبار. في البلازما انهانسد كيميكال فيبر، عمليه الترسيب وعمليه التريتمنت مع الميتادز برضه. دي بعض امثله للدست بلازما اللي بيتدخل فيه صنعها الانسان. دي بعض صور لظواهر كونيه ثبت فيها وجود الدست بلازما زي روزيت نبيولا وناكتولانت كلاود ومذنب هالي. كان في جزئين للديل بتاع مذنب هالي، احدهما للايون تيل والثاني بيمت بصله للدست تيل. دي صورة ل الفيتيتد دست جرينز، ان الدست جرينز بتظهر كانها معلقة بين مستويين، ودي ابولو استرونايت هو اللي شافها وسماها مون كلاود او السحب القمرية. برضو دي صورة لظهور الدست جرينز او الدست بارتكلز في الساتورن رينج. ودي شهدت عن طريق الفواجر سنة 1980 في البيرينز. دي صورتين برضو للانتر بلاناتري دست جرينز والانتيريور فيو بتاع الانتر بلاناتري داست. دي صوره للداست جرينز او تجمع الداست جرينز وكبر حجمها او ان هم بيتجمعوا ويا بعض، والسايز عندي بيوصل لحوالي 650
نانوميتر، ودي موجودة في الرياكتورز أو عمل ديتكشن في البلازما رياكتور. طيب نسيب بقى الصور والمشاهدات دي، ايه هي الدست بلازما او الدست جرينز دي عبارة عن ايه؟ كان في خلاف في بداية ظهور الدست بلازما، وفي ابحاث نزلت حتى في فيزيكس اوف بلازما معترضين يعني ايه في نيجاتيف ايونز او جرينز بيكون السايز بتاعها كبير ولها نفس البيهيفير بتاع النيجاتيف ايون. احنا عندنا في البدايه كان الاوردينال بلازما مكونه من بوزيتيف ايونز والكترونز ونيوترونز، دي اللي هي الاوردينال بلازما العاديه. لما ظهر الدست او الدست جرينز وجوده في البلازما، اتلاقوا ان البيهيفير بتاع البارتكلز بتاع الدست جرينز نفسه مختلف اختلاف كبير جدا على النيجاتيف ايونز، ويختلف عن المالتي كومبوننت بلازما. في ثلاث خصائص مهمين عن الاختلاف ما بين الدست بلازما والاوردينال بلازما. احد الخصائص دي ان الدست جرينز ممكن يشحن السطح بتاعه ببوزيتيف تشارج او نيجاتيف تشارج. انا هحاول ايه امر على المواضيع كده بسرعه عشان الوقت برضو. اول خاصيه قلنا الدست تشارجنج ثيوري او عمليه شحن سطح حبيبات الغبار. الالكتروستاتيك بوتنشال اراوند ا دست بارتكلز ده بيختلف عن النيجاتيف ايونز. القوه اللي موجوده او على الدست بارتكلز في البلازما، في ظهر موضوعين مختلفين اللي هو السترونجلي والويكلي كابلد دست بلازما. كمان ان في بارتكل جروث او عمليه نمو للجرينز داخل البلازما، ده ما كانش موجود في الاوردينال بلازما او في المالتي كومبوننت بلازما. عمليه التشارجنج او عمليه شحن سطح حبيبات الغبار بتتم عن طريق البارتكلز اللي موجوده حواليها. اول بارتكلز موجوده عندنا اللي هي الالكترونات والايونات، فالمفروض الالكترونات اسرع في الحركه من الايونات، فبالتالي معظم الدست جرينز بيميل لانه يكون نيجاتيف تشارج. لكن في بعض الحالات ممكن يتحول حسب التشارجنج كارنت اللي موجوده عندي، ممكن يتحول لبوزيتيف تشارج. ايه هي الحاجات اللي ممكن تحوله لبوزيتيف تشارج؟ ان خروج الكترونز من الدست جرينز، ودي بنسميها سكندري الكترون اميشن او الفوتو اميشن او بتاثير الترا فايولت برضو على الدست جرين، ممكن الجرينز دي تتحول او تشحن السطح بتاعها لبوزيتيف دست. المفروض ان الدست جرينز دي في فتره صغيره جدا ممكن توصل لحوالي مايكرو سكند او 10 اس 6 سكند بيتم شحن سطح حبيبات الغبار، وبتوصل لإكوليبرام فاليو او قيمه ثابته لقيمه الشحنه على سطح حبيبات الغبار. قلنا شكل التشارجنج كارنت، احنا مش هنخش في الديتيلز الرياضيه، دي الصوره بتاعته. لو ده تيار الشحن الناتج عن مجرد ان الالكترونز بيعمل احتكاك او مس لسطح الجرينز اللي عندي، دي حبيبات حبيبه غبار نص قطرها هو الاي. ده لو الكرنت اللي جاي من الايونز الاثنين مع بعض، لو انا جمعت الاي اي والاي اي الاثنين دول المفروض بيساوي صفر. بيساوي صفر ليه؟ لان انا قلت في خلال تايم حوالي مايكرو سكند بيوصل عمليه الشحن دي لإكوليبريم فاليو، او بتوقف عمليه الشحن وبيحصل تشبع وخلاص، بتفضل الشحنه ثابته على سطح حبيبات الغبار. امتى بقول ان الدست دست ان بلازما او دستي بلازما؟ في عندي اتنين كيسز احنا بنفرق ما بينهم. لو انا بقول دست ان بلازما، ممكن اعبر عنها بتعبير اخر ان هو ايزوليتد دست، بيكون عدد البارتكلز قليله جدا، وبيكون في كونديشن ان اللمضه دي اللي حوالين الدست او الديبايلنس حوالين الدست بيكون ايه؟ كبير جدا، اكبر من الدلتا اللي هو الانتر جرين بارتكل، واكبر من الاي اللي هو نص قطر ايه الدست نفسه. دي الحاله الاولى اللي احنا بنسميها ايزوليتد دست او دست ان بلازما.
طب هل لو الدست موجود في البلازما بس والحركه بتاعته بطيئه او ستيشنري دست، مش هيأثر على الكولكتيف بيهيفير او حركه الويفز للايونات والالكترونات؟ هيأثر. الدست رغم ان هو موجود ستيشنري بيأثر من خلال حاجه اسمها الايكوليبريم نيوتراليتي كونديشن، اللي هي عمليه التوازن ما بين الدينستي للايونات والالكترونات والدست واي بارتكلز اخرى سريعه موجوده عندي داخل الدست. الحاله الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه اللي احنا قلنا عليها دستي بلازما. الدست بلازما قبل لما نسيب النقطه دي بتكون اللامدا دي او الدبايلنس هي ما بين الاثنين، ما بين الدلتا وما بين الاي، قيمه بينيه. يعني الدست حواليه مجموعه من الدست اخرى وبداخل في عمليه الكولكتيف بيهيفير للايونات والالكترونات ويا بعض، فبالتالي الدست كده بيشارك في الحركه الموجيه او عمليه الحركه التجميعيه لجزيئات البلازما ككل. دي اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من شويه، ده كده التيار الناتج عن الالكترونات لما اجمعه على التيار الناتج من الايونات وساويهم الاثنين بصفر بيديني معادله تفاضليه، المعادله دي بنسميها ترانسيدنتال ايكويشن. يعني ايه معادله ترانسيدنتال؟ هتلاقي الابساي اس هنا والابساي اس موجوده مره هنا في الداله اكسبوننشال وموجوده هنا كالينيري او موجوده ممكن اخليها هنا في الطرف الايمن. ايه هي الابساي اس ده؟ الابساي اس عباره عن السيرفيس بوتنشال او الجهد السطحي على حبيبات الغبار، بيتناسب مع الفاي اس ونورماليزد بالنسبه للكي تي اي. الكي اللي هو ثابت بولتزمان والتي اللي هي درجه حراره الالكترونات. طبعا البارامترات اللي موجوده في التشارجنج ايكويشن او معادله الشحن لسطح حبيبات الغبار، الميو عندي بنعرف ان هي الميو اي على الميو اي اللي هي النسبه ما بين كتله الايونات لكتله الالكترونات، التاو هي النسبه ما بين درجه حراره الالكترونات والايونات. المعادلة دي بنسميها dynamical equation او معادلة لازم باخدها في اعتباري عند دراسة الدست بلازما. المعادلة دي ما كانتش ظاهرة في الاوردينري بلازما او البلازما المكونة من الالكترونات والايونات فقط. دي نتائج عملية للهيدروجين ايونز والارجون ايونز، عملية الشحن باستخدام بيم من الايونات مختلف، سواء انا استخدمت الارجون او الهيدروجين. واضح هنا عملية السيرفيس بوتنشال او الجهد السطحي لحبيبات الغبار بيتناسب او بيتغير مع نسبة او الريشيو ما بين التي اي والتي اي. طبعا هي المعادلة اللي احنا كتبناها من شوية دي ابروكسيميتد، ما هيش المعادلة الكاملة لعملية شحن الغبار. احنا بنستخدم الاوربيتال موشن ثيوري او نظرية الاو ام ال لحساب عملية شحنة الغبار على السطح. بنقول ان الكيو دي او الشحنه دي بتتناسب مع عدد زد دي مضروب في شحنه الالكترون، وبعتبر ان الشحنه ان حبيبه الغبار دي متماثله كرويا، فبعتبر انها كانها مكثف كروي. بتكون الشحنه بتاعته بتساوي سي دي اللي هي سعه المكثف في السيرفيس بوتنشال اللي هو الجهد السطحي حوالين حبيبه الغبار. وزي ما انتم عارفين ان في المكثف الكروي ممكن اقول ان السي دي او السعه بتساوي 4 باي ابسلون في نص قطر الايه؟ الحبيبه اللي عندي. دي داتا اكسبيرمنتال. لو انا افترضت بالنسبه مثلا للهيدروجين بلازما ان درجه حراره الايونات ودرجه حراره الالكترونات الاثنين متساويين وتقريبا بيساوي تي، بتلاقي ان السيرفس بوتنشال حسب المعادلات اللي انا كتبتها من شويه بيساوي تقريبا ناقص 2.5 كي تي على الاي. لو عندنا التي او درجه الحراره دي 1 الكترون فولت وحبيبه الغبار حوالي نص قطرها 1 مايكرومتر، فبتلاقي ان الشحنه الكيو دي العدد بتاعها هو 2000 مره من شحنه الالكترون، يعني 2 في 10 اس 3 من شحنه الالكترون، والماس بتاعت حبيبه الغبار اللي عندي حوالي 5 × 10^12 ام بي. ام بي دي اللي هي كتله البروتون. بالنسبه للتشارجنج تايم او تايم زمن الشحن لسطح حبيبه الغبار بيطلع حوالي 16% ملي سكند. لو احنا استخدمنا الداتا اللي موجوده عندنا، الداتا دي هي ايه؟
دي درجة حرارة الإلكترونات. لو أنا افترضت إن هي حوالي 2 إلكترون فولت، الـ VS ده اللي هو الجهد السطحي، افترضت إن هو حوالي سالب 4 KTE على الـ E. كثافة أو عدد الكثافة للإلكترونات 10^15 M اسطوانات 3، الـ A اللي هو نص قطر حبيبات الغبار 1 مايكرو متر. وعلى اعتبار إن الـ IE بالنسبة للأرجون بلازما هو الصورة دي، الصورة دي اللي احنا لسه كاتبينها من شوية، بتلاقي ان زمن الشحن لسطح حبيبة الغبار حوالي 16/100 ملي سكند. دي اكسبرمنتال داتا. لو احنا دخلنا الدست معانا في الحسابات بتاعتنا، ولو عزلنا الدست او الدست ما اخدناهوش في الحسابات بتاعتنا، فبنتلاقي وجود الدست في الحسابات او في عملية لانجماير بروب ميجرمنت، تلاقينا ايه؟ When the dust is turned on، لما الدست دخلت في الحسابات بتاعتي، the electrons becomes attached to the dust grains and as a result the electron current to the probe decreases. يعني جزء من الالكترونات دي راح وعمل له grazing او عملية attached لسطح حبيبات الغبار، جزء منهم فقد، فبالتالي هيحصل عملية ايه؟ decreasing للكرنت اللي موجود عندي المجمع بلانجماير بروب. عملية الليفيتيشن او عملية التعليق بتاعت حبيبات الغبار دي مجموعة ماكس بلانك اشتغلت عليها كتير، وفي اكسبرمنتال ريزلت موجودة كتير من ماكس بلانك انستيتيوت. هما قالوا ان عملية الليفيتيشن دي هي ناتجة عن الاتزان ما بين اتنين فورسز، قوتين اساسيتين. ايه هما القوتين اللي موجودين عندنا؟ احنا قلنا ان الدست بلازما بتختلف اختلافات جوهرية او اساسية عن المالتي كومبوننت بلازما او عن الاوردينري بلازما العادية. ايه هما التلات حاجات اللي هما ممكن تختلف فيهم؟ عملية شحن سطح حبيبات الغبار، دي ما كانتش موجودة في المالتي كومبوننت بلازما. عملية الزد على ميو اللي هو ريشيو اوف نمبر اوف تشارج على الماس تشارج، دي بتبقى القيم بتاعتها كبيرة جدا او بتوصل لقيم كبيرة جدا ما كانتش موجودة في المالتي كومبوننت بلازما او الالكترون ايون بلازما. وعملية السايز او تغير السايز للدست جرينز نفسه، دي ما كانتش برضو ظاهرة في المالتي كومبوننت بلازما. طيب طالما انا في عندي جسيمات كبيرة الحجم وعليها شحنة الكتروستاتيكية على سطحها، فبالتالي طالما هي كتلتها كبيرة بتوصل لحوالي 10^12 او 10^15 من كتلة البروتون، فبالتالي هيخش عندي هنا تأثير الجرافيتي او تأثير الايه؟ الجاذبية. طيب لو انا عندي القوة الكهربية هي عبارة عن كيو دي في الاي، ودي بتأثر لأعلى، وتأثير قوة الجاذبية بتأثر لأسفل. لو حصل اتزان ما بين القوتين دول فبيتم تعليق حبيبات الغبار اللي هو ظهر عندي اللي احنا سميناه المون كلاود او السحب القمرية اللي شافها ابولو. طيب الجرافيتي او القوة الجاذبية هي عبارة عن الام جي في عجلة الجاذبية الارضية، والام جي او كتلة حبيبات الغبار ممكن اعبر عنها على انها هي كورة الحجم بتاعها 4/3 باي ايه تكعيب في الكثافة اللي الدست ماتيريال اللي هي رو دي، والكثافة دي ممكن بتكون من 1000 لحوالي 2000 كيلو جرام على المتر المكعب. والقوة الكهربائية اللي احنا عارفينها اللي هي كيو دي على ايه؟ على الاي. لو انا عندي مايكرون بارتكل، يعني بارتكل السايز بتاعه في اوردر 1 مايكرومتر وكتلته 8/10^15 كيلو جرام، الشحنة بتاعته السطحية سالب 2/10^3 من شحنة الالكترون، بتلاقي ان الاي او القوة الكهربية اللي موجودة عندي دي ممكن بتوصل ل 2.5 فولت على السنتيمتر، وبيظهر عندي شكل البارتكلز كده انها معلقة في ما بين السطح وما بين الفيلد اللي موجود فوق. نخش على الموضوع اللي بعد كده اللي هو ايه الفرق ما بين الويكلي والسترونجلي كابلد بلازما. لما بتلاقي في عندي دست بلازما او الدست جرينز مترابطة او متكاتفة جنب بعض، الدنسيتي بتاعتهم عالية والمسافة بتاعتهم ما بينهم صغيرة جدا،
فبنتكلم او بتكلم في الحاله دي على حاجه اسمها strongly coupled plasma. يعني ايه strongly coupled؟ ان الجزيئات الداست جرينز دول كلهم مترابطين ويا بعض. طيب ايه المعادلات الرياضيه اللي بتاثر على الكلام ده؟ بنقول ده ذا فاندمنتال كاركترستيك للميني بارتكل انتراكتنج سيستم. يعني ده سيستم متفاعل من متعدد المكونات بنميزه ببارامتر اسمه كابلنج بارامتر. الكابلنج بارامتر ده هو عباره عن النسبه ما بين البوتنشال انرجي للانتراكتنج بارتكلز والكاينتيك انرجي للبارتكلز دي. لو القيمه دي كبيره اكبر بكتير من الواحد بقول عليها سترونجلي كابلد بلازما، لو هي اقل من الواحد بقول عليها ويكلي كابلد بلازما. طب ايه هي الدلتا؟ الدلتا دي هي عباره عن الافريج انتر بارتكل سبيسنج، هو ده نفس البارامتر اللي احنا عرفناه قبل كده. لو احنا اخذنا مثال لبلازما موجوده في المعمل بدينستي حوالي 10 اس 15 متر اس ناقص 3 والكترون تمبريتشر درجه الحراره بتاعته 2 الكترون فولت، بتلاقي ان البلازما دي الكابلنج بارامتر لو حسبتها ليها هتلاقي حوالي 10 اس ناقص 4. المقدار ده طبعا اقل بكتير من الواحد، وبقول على البلازما دي ويكلي كابلد بلازما. لو اخذت بلازما اخرى البارامترات او العوامل بتاعتها مختلفه شويه، كان الجرينز نص قطرها حوالي 5 مايكرومتر والانتر بارتكل سبيس 140 مايكرومتر، درجه حراره الالكترونات هي نفسها 2 الكترون فولت، درجه حراره الدست 3/100 الكترون فولت، بتلاقي في الحاله دي ان الكيو دي اللي هي شحنه الشحنة السطحية لحبيبات الغبار حوالي 10 أس 4 إلكترون. لو حسبت الكابلنج بارامتر اللي هي المعادلة اللي احنا كتبناها من شوية هتلاقي دي 10 أس 4، ودي طبعا أكبر بكتير من الايه؟ من الواحد. فبالتالي في الحالة دي بسميها strongly coupled بلازما. لو احنا من التعريف اللي احنا كتبناه من شوية هتلاقي إن الجاما بتتناسب مع الكيو تربيع، والكيو احنا لسه معرفينها من شوية اللي هي شحنة الإلكترون في التشارجنج نمبر، يبقى بالتالي الكابلنج بارامتر ده بيتناسب مع الزد تربيع اللي هو عدد الشحنات اللي موجوده على سطح الغبار تربيع. ده جدول للفرق ما بين حاله الويكلي كابلد بلازما والسترونجلي كابلد بلازما. الفيز عندي او الحاله عندي هنا بتبقى جاز لو هي ويكلي كابلد او الجاما دي اقل بكتير من الواحد. لو الجاما دي اكبر بكتير من الواحد فبتتحول الحاله دي عندي ايه؟ سوليد. في هنا ترانزيشن ما بين الحالتين جاز ليكويد سوليد، لما بتكون الجاما قريبه للواحد او تقريبا بتساوي الواحد. ده مثال لشكل الفيز ترانزيشن. لو احنا بصينا ده اللي هو الكابلنج بارامتر مرسوم مع الكي، الكي دي هي الانتر جرين سبيس او ديستانس معايره بالنسبه لللامدا دي، فبتلاقي عند النقطه دي حوالي عند 177 القيمه دي. هنا فوق كل الفيز اللي موجود عندي هنا سوليد، الفيز اللي موجود عندي هنا ايه؟ فلويد. ده اللي هو بودي سنترد كيوب وده اللي هو فيس سنترد كيوب. وهنتلاقي هنا ده اللي هو الداست كريستال او عمليه بقى كريستاليزيشن، دي بتتكون لما تكون الجاما اكبر بكتير او تقريبا حوالي 171. الظاهره الاخرى اللي احنا اتكلمنا عليها او الثالثه للفروق الاساسيه ما بين الداست بلازما والمالتي كومبوننت بلازما اللي هو عمليه نمو السايز، او ان الحجم بتاع الداست جرينز بيتعاظم او بيكبر. بتلاقي ان الجرينز بتتجمع ويا بعض وممكن تكون حبيبه اخرى كبيره في الحجم وممكن توصل ل 100 نانو متر او نانو بارتكل، وده بيظهر في الرياكتور وموجود برضه في السيمي كوندكتور اتشنج وموجود في عمليه الديبوزيشن. لو انا استخدمت مثلا رياكشن مع السلاين او الاس اي اتش 4 فبيظهر عندي جرين او داست جرينز كبيره في الحجم، واتعمل فعلا ديتكشن للجرينز دي سواء في الرياكتورز او في عمليه السيمي كوندكتور فابريكيشن. دي علاقه ما بين البارتكل سايز او كبر الحجم بتاع حبيبه الغبار والبارتكل دينستي. البارتكل دينستي ده اللي هو اللي بالازرق، والبارتكل سايز طبعا هنا في البدايه بيبقى مجرد بس انيشال جروث ريت اللي هي الاي جي، بعد كده في زياده كبيره في السايز،
وبعد كده بيحصل زي عمليه ساتيوريشن. اللي بيخلي عمليه الساتيوريشن دي تحصل لان هم البارتكلز هم كومباكتد قريبين جدا من بعض، فبرضو الحيز اللي ممكن الحبيبه تنمو فيه بيكون حيز صغير بالنسبه لعدد البارتكلز اللي موجوده عندي. عمليه الجروس سايز للدست جرينز حط لها نظريه او شهدت برضو في الكوزميك دست عن طريق عالمين اسمهم هوراني وجورتس، دي سنه 1990 ومنشور الكلام ده في جورنال استروفيزيكال جورنال. حطوا سيناريو او عمليه نموذج ازاي ان الدست جرينز ممكن يتحول للاوبوزيت بولاريتي او في نفس الوقت ممكن يكون موجود عندي بوزيتيف نيجاتيف دست في نفس الوقت. فالناس اللي هم اشتغلوا ماجستير ودكتوراه في البلازما هتلاقي احيانا بيفترض في النموذج اللي عنده نيجاتيف دست. طبعا زي ما قلنا ده اعتمادا على الشرط المبدئي ان الالكترونات اقل في الكتله من الايونات واسرع في الحركه، فبالتالي الالكترون اميل لان هي تشحن بالشحنه السالبه. في بعض الباحثين بيفترض ان هي موجبه الشحنه. قلنا في ظواهر هي اللي بتخلي الدست جرينز ممكن تتحول للبوزيتيف دست، ان في عندي سكند الكترون اميشن، في عندي فوتو اميشن دي ممكن تحول الدست لبوزيتيف دست. ممكن الاثنين يكونوا موجودين في نفس الوقت، وده اللي هو بيظهر عندي عمليه السحب الملونه اللي هي بتظهر في الصيف، اللي هي نفس الصوره اللي احنا وضحناها من شويه. طيب دلوقتي احنا علشان نوصف حركة البلازما احنا عندنا النموذج الكلاسيكي والنموذج الكمي، ان الجسيمات قليلة الحجم دائما بيكون مصاحبة ليها موجة، صح؟ طيب علشان اقدر اوصف حركة الموجة دي انا مش هخش جوه البلازما ولا هشوف ايه اللي جواها، انا من خلال بارامترات معينة اقدر ادرس البيهيفير بتاعت البلازما دي. ايه هي البارامترات دي او البارامترات الاساسيه اللي انا بقيسها؟ بقيس الدنستي او تغير الدنستي، بقيس سرعه البارتكلز، وبقيس البوتنشال اللي ممكن موجود في البارتكل سواء بلانجماير بروب او باي تكنيك اكسبيرمنتال عندي. من خلال البارامترات دي اقدر اتنبا شكل درجه الحراره اللي موجوده او اللي هتصبح عليها البلازما بعد شويه هيبقى شكلها ايه. تغير الدنستي هل هيحصل اكسبانشن ولا كونتر اكشن، عمليه انكماش للبلازما ولا عمليه تمدد. الطاقه بتاعت البارتكلز اللي موجوده جوه دي هيجرى لها ايه او هيحصل لها ايه. ده في سبيل ان انا بدرس الانستابيليتي بتاع المنظومه او عمليه استقرار المنظومه. طب انا بدرس استقرار المنظومه ليه؟ علشان السيستم اللي قدامي او المنظومه اللي قدامي سواء تجربه او رياكتورز او ظاهره ما انا عاوز ادرسها بتكون ستيبل او مستقره. لو المنظومه اللي قدامي دي حصل لها انهيار او دخلت في الانستابيليتي بخلاص اللي انا بفترضه ده مش موجود، او ممكن يحصل تدمير. لو هو مثلا رياكتور ممكن يحصل تدمير للكائنات اللي موجوده حوالين الرياكتورز او حوالين المفاعلات. دي كانت الفكره الاساسيه من دراسه البلازما. طبعا اكيد الزملاء تطرقوا لنظريات دراسه البلازما. كان في الاول سنجل بارتكل موديل، ان انا بدرس البارتكلز داخل البلازما كجسيمات وحيده، كل جسيم ماشي لوحده، وبعتمد في الكلام ده كلاسيكالي على معادله نيوتن اللي هو التغير في كميه التحرك بتساوي القوى المؤثره على الجسم، خلاص. وده بيديني وجهه نظر مبسطه او بدائيه عن كيفيه حركه البارتكلز بغض النظر عن عمليه الكولكتيف بيهيفير او عمليه الخواص التجمعيه مع الجسيمات الاخرى سواء ايونات الكترونات دست او نيوترونز. حتى جت بعد كده نظريه الفلويد اللي هي بتتعامل مع البلازما كمائع. طب انا بتعامل مع البلازما كمائع يبقى انا كده هخش في خصائص الموجات، يبقى محتاج مجموعة من المعادلات توصف لي حركة المائع ده. بالمشابهة بعملية استاتيكا الموائع وعملية حركة الموائع في الرياضة، بس دي لفلويد مشحونة أو تحمل شحنات سواء موجبة أو سالبة، أو اتنين فلويد ويا بعض أحدهما موجب وأحدهما سالب، فبحتاج مجموعة من المعادلات. إيه هي المعادلات دي؟ معادلة الاتصال اللي هي بتقول إن المائع ده غير قابل للانضغاط، معادله الايكويشن اوف موشن ودي مشابهه او مناظره للسنجل بارتكل موديل اللي هي النظريه الاوليه، ومعادله بوسون ايكويشن. معادله بوسون ايكويشن
بتقول ان عمليه التغير في الدينستي ما بين الايونات والالكترونات بيكون لي حاجه اسمها سبيس تشارج او شحنه فراغيه. الشحنه الفراغيه دي بتكون الكتروستاتيك بوتنشال. الكتروستاتيك بوتنشال بيولد لي مجال كهرباء. ده ابسط موديل بلازما احنا ممكن نتكلم فيه. يبقى هم ثلاث معادلات اساسيه، ايكويشن كونتينيوتي ايكويشن، ايكويشن اوف موشن، بوسون ايكويشن. ده لو انا شغال الكتروستاتيك، يعني مفيش اي ماجنتيك فيلد. اما لو انا دخلت بقى ماجنتيك فيلد وتغير الماجنتيك فيلد مع التايم ومع السبيس، يبقى انا محتاج معادلات ماكسويل ككل علشان اقدر اوصف المنظومه دي. بيبقوا 16 معادله في 16 مجهول، مع الاخذ في الاعتبار ان انا بشتغل 3 دايمنشن. طيب كل الكلام اللي انا بقوله ده عشان ايه؟ عشان بقول ان الجرينز دي او الجسيمات او الدست اللي عندي دي سواء هتشارك في الحركه كفلويد او هي هتتحرك او ان انا هعتبرها ستيشنري. يبقى انا في عندي حالتين دلوقتي. احنا هنتكلم عن ابسط حاجات علشان ما نتعمقش في المواضيع قوي للناس اللي هم، اللي انا اعرف ان في هنا سنه ثانيه وثالثه ورابعه في مرحله البكالوريوس. فالاوردينال بلازما احنا بنقول الكترون وايل. طيب لو دخلت الدست، لو الدست دي ساكنه وما بتتحركش قلنا ان هي ستيشنري دست او فيكسد او ما بتشاركش في الحركه التجميعيه للالكترونات والايونات، ولكن بتشارك من خلال حاجه تانية اللي هي توازن الدينستي. الموجب المفروض بيساوي السالب. طيب احنا لو افترضنا ان الدست ده سالب، صح؟ يبقى هو مع الالكترونات، يبقى دول عباره عن المجموعه السالبه اللي داخل البلازما، والايونات هي الموجبه. يبقى لازم بعد لما يحصل ديستربنس، بعد لما يحصل ديستربنس في البلازما، برجع تاني لحاله الاستقرار او اللي هي الطرف الايمن بتاع معادلات بوسون اللي احنا بنقول عليها النيتراليتي كونديشن، اللي هي شرط الايه؟ شرط التعادل، اللي هو جاي من التعريف الاساسي للبلازما. البلازما هي ايه؟ كوازي نيوتراليتي، خلاص؟ اللي هو اشبه بالتعادل. يبقى انا حتى لو الدست ما بتشاركش في الحركه الموجيه للبارتكل الموجه الناتجه اللي عندي، انما هي بتاثر من خلال النيوتراليتي كونديشن او كوازي نيوتراليتي كونديشن اللي هي الطرف الايمن لمعادله بوسون ايكويشن. طب لو هي اللي بتتحرك، يبقى هي دلوقتي احنا بنتكلم عن حاجتين. في عندي دست ايون اكوستيك ويف ودست اكوستيك ويف. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ احنا كان في عندنا في البلازما العاديه في عندي الكترونات وايونات. الالكترونات لها حركه موجيه والايونات لها حركه موجيه، ودي لها تردد ودي لها تردد. الدست ايون اكوستيك ويف ببساطه هي عمليه تعديل الموجات الصوتيه الايونيه لوجود الدست. لوجود الدست يعني الدست موجود ستيشنري، بس بيأثر من خلال النيوتراليتي كونديشن في الحركه الموجيه الايونيه. اما لما بتكلم على الدست اكوستيك ويف اللي هي الموجات الصوتيه الغباريه، يبقى مين هنا اللي بيتحرك؟ هو الدست نفسه هو اللي بيتحرك. يبقى انا هنا بدرس حركه الدست في وجود بقيه البارتكلز، الايونات والالكترونات موجوده هي دلوقتي في الباك جراوند. طيب انا ايه اللي يخليني دلوقتي افرق رياضيا ما بين الدست ايون اكوستيك ويف والدست اكوستيك ويف؟ افرق ما بينهم رياضيا ازاي؟ او وانا بشتغل كرياضه هقعد احط معادلات، ايه اللي هيخليني اقول على المعادلات دي، دي بتاعت الدست اكوستيك ويف ودي بتاعت الدست ايون اكوستيك ويف؟ الفريكوانسي والتايم اللي انا شغال فيه، التايم فريكوانسي والادجستمنت للموديل بتاعي، انا شغال في تايم فريكوانسي ايه؟ هل انا شغال في تايم فريكوانسي كبير ولا تايم فريكوانسي صغير؟ هل انا مهتم بالحركه الموجيه سريعه التردد ولا صغيره التردد؟ ده اللي هيحدد على اساسه الابروكسيميشن اللي انا هعملها دي انا بشتغل عليها وانا بدرس ايه بالظبط. خلاص؟ فبنقول هنا ان الدست بتشارك في عمليه الكولكتيف بروسيس حتى لو هي موجوده ستيشنري. في طرق طبعا لدراسه الموجات في البلازما، دي طرق كتيره، منها اللينير اناليسيس، منها النون لينير اناليسيس، بس احنا بس هناخد فكره بس عن كل واحده فيهم. الموجات الاساسيه في الان ماجنتايزد بلازما هما موجتين الاساسيين، فيه طبعا عدد من الموجات اخرى. في عند الدست ايون اكوستيك ويف، ودي اللي احنا قلنا عليها هي الموجات الصوتيه الايونيه مع تعديل بوجود الايه؟ الدست جرينز. الدست اكوستيك ويف دي عباره عن الموجات الصوتيه المرافقه لحركه ايه؟ حبيبات الغبار دي. لو انا شغال بقى في الماجنتايزد بلازما او في البلازما المغناطيسيه، فبيكون في عندي هنا حالتين. دست ايون سايكلوترون فريكوانسي اللي هي
electrostatic dust ion cycle electron frequency اللي احنا بنرمز لها بالرمز ADIC والelectrostatic dust cyclotron wave او الموجات الخاصة بحبيبات الغبار دي لما هيكون هنا الدست هو اللي مكون الحركة. يعني الاثنين دول في الماجنتايزد بنظرهم هنا الاثنين دول في عملية الايه الماجنتايزد. بنقول هنا في جملة the presence of negatively charged dust can affect the properties of plasma waves. هي هتأثر في كل البلازما waves even for waves with frequencies high enough. حتى في الموجات عالية التردد زي الموجات مثلا الصوتية الإلكترونية that the dust doesn't participate in the wave motion. حتى لو الدست ما بيشاركش في الحركة بتاعت الالكترونات انما هيخش من خلال ايه dust is an immobile neutralizing background. هو موجود كمجرد شحنه في الباك جراوند بتعمل عمليه نوترلايزيشن ما بين النيجاتيف تشارج والبوزيتيف تشارج من خلال النيوترال كونديشن اللي قدامنا. هنا بنقول هنا الموجب بيساوي ايه السالب. ده على اعتبار هنا ان الشحنه بتاعت الدست سالبه. اما لو هي شحنه الدست موجبه فبينتقل الجزء ده او الحد ده من الطرف الايمن بيروح للطرف الايه الايسر. المعادله دي هي في الاساس هي الطرف الايمن لمعادله بوسون ايكويشن. طبعا بوسون ايكويشن هي الحاله الجنرال من لابلاس ايكويشن صح. الحاله الاخرى اللي بنقول عليها فور فريكوانسيز بيلو ذا كاركترستيك بلازما فريكوانسي نيو داست مودز ايمرج ذي ار مودز ان ويتش ذا داست بارتيسيبيت ان ذا ويف موشن. دي الحاله اللي احنا بنسميها داست اكوستيك ويف. هنا الحركه ناتجه عن حركه الموجه نفسها ناتجه عن حركه الداست في وجود الايونات والالكترون الالكترونات. دول الثلاث حاجات الاساسيين اللي احنا قلناهم من شويه اللي هي عمليه الفروق الاساسيه ما بين الدست بلازما والمالتي كومبوننت بلازما. طيب هنروح شويه لبعض المعادلات البسيطه عشان نعرف احنا ازاي بنوصف بس موديل للدست بلازما وموديل لدست ايون اكوستيك ويف بلازما. دي المعادله دي بنسميها كونتينيتي ايكويشن او كونزرفيشن اوف ماس اللي هي عمليه حفاظ الكتله او اللي احنا بنعبر عنها ان المعده غير قابل للانضغاط. طبعا هنا ده نمبر دينستي لدست لحبيبات الدست. دي السرعه بتاعته الفي دي. المعادله دي هي الايكويشن اوف موشن بالنسبه للدست. دي اللي هي ترمل بريشر حد الضغط. ده اللي هو حد الالكتروستاتيك بوتنشال. قلنا الزد دي ده اللي هو النمبر اوف تشارج او عدد الشحنات اللي موجوده على سطح الدست نفسه. وده اللي احنا بنسميه الايه كونفكتيف دريفيتيف. طيب في الحاله الاولى لو انا اخدت دست ايون اكوستيك ويف بالنسبه للايونات هتكون في معادلات مناظره. ادي معادله الكونتينيتي ايكويشن ودي معادله الايكويشن اوف موشن لمين للدست. خلاص هنا عندي هنا الدست اموبايل يعني الدست ايه ستيشنري او ساكن. بس بيظهر هنا من خلال انا حاطط هنا ان دي واحد بتساوي صفر لكن له قيمه ابتدائيه. يعني هو في البدايه بيكون عندي عدد كثافه للالكترونات والايونات والدست اللي هو احنا بنرمز له بالرمز زيرو. دي اللي هي النيوتراليتي كونديشن او الان بوزيتيف زيرو اللي هي نمبر دينستي الابتدائيه للايونات. دي النمبر دينستي للالكترونات الابتدائيه ودي نمبر دينستي للدست وده عدد شحنات عدد الشحنات السطحيه على سطح الغبار. بنقول ان دي حتى لازم تتحقق حتى لو الدست نفسه ايه ما بيتحركش. طب حسب اللينير ثيوري او النظريه الخطيه بنقول ان بيحصل بيرتيبيشن. يعني ايه بيحصل بيرتيبيشن؟ ان عمليه اضطراب. طب الاضطراب انا مفترض ان الدست ما بيتحركش يبقى هو ساكن يبقى الدست نفسه او الدست جرين مش هيحصل له ايه اي اضطراب. ده شكل الفيز فيلوسيتي للدست اين اكوستيك ويف. طيب مش هنخش في دي هنقول على طول الصوره دي على طول. بنقول هنا ان دي السرعه الفيز فيلوسيتي او سرعه الطور للموجات الصوتيه الايونيه بتتناسب مع ايه؟ بتتناسب مع كتله الايونات وبتتناسب مع الطاقه
الحرارية الكيتي بوزيتيف دي اللي هي بالنسبة للأيونات، والكيتي إلكترونز إفكتيف إن درجة حرارة الإلكترونات اتغيرت لوجود الدست. اتغيرت إزاي؟ بنقول إن التي إفكتيف تعرفها هي درجة حرارة الإلكترونات على واحد ناقص إبسلون زد، وإحنا عرفنا الإبسلون دي اللي هي إيه؟ النسبة ما بين عدد الكثافة للدست لعدد الكثافة للإيه؟ للأيونات. يبقى برغم إن الدست هو دلوقتي ساكن وما بيتحركش إلا إنه بيأثر في الحركة الإيه؟ الأيونية للبارتكلز اللي عندي، وغير الأيون أكوستيك ويف، بدل ما هي أيون أكوستيك ويف بس ظهر عندي الترم ده، والترم ده هو اللي غير البيهيفير بتاعتي. خلاص؟ غير البيهيفير ازاي؟ لينيرالي او خطيا بيغير شكل الفيز فيلوسيتي او السرعه بتاعه البارتكل. لو انا طلعت بقى للمستوى الاعلى اللي هو النون لينير، هتلاقي ان الامبليتيود بتاعه الويفز اتغيرت، السرعه الغير خطيه اتغيرت، الويفز بتاع الويفز اللي موجوده عندي والانتر اكشن مع الويفز الاخرى هتتغير. فبنلخص هنا بنقول the effect of dust is to increase the phase velocity of the ion acoustic wave. هي زودت عملية الايه؟ السرعة للion acoustic wave. This can be interpreted formally as an increase in the effective electron temperature. احنا لما زودنا هنا المقدار ده فبالتالي الفيز velocity ايه؟ زاد. عشان كده الحد ده كله ايه؟ زاد. وخلي بالك الدست هو نيجاتيف والايونات ايه؟ موجبة. يبقى هي زودت سرعة الايه؟ الأيونات. طيب الحالة الثانية اللي هو الدست أكوستيك ويف، دي الموجات الصوتية الغبارية، دي موجات اللي بيحكمها إن الدست هنا أو هي خاضعة للدست ويف، الدست هنا هو اللي بيتحرك والأيونات والإلكترونات هم اللي فين؟ في الباك جراوند. الفيز فيلوسيتي للدست أكوستيك ويف بيساوي زد في الجذر كي تي بوزيتيف على الإم دي. هنا في حدين بيتزنوا مع بعض اللي هو البسط والمقام. البسط ده جاي منين؟ جاي من الايونات. والمقام ده جاي منين؟ من الدست. دي كتلة الدست نفسها. خلاص؟ ودي الطاقة الحرارية لمين؟ للايونز. خلاص؟ فبنقول ان الدست اكوستيك ويف دي المعادلات اللي ممكن اوصف بيها في الفلويد ثيوري. دي خليها للقطاع كده بس للرؤية يعني. دي اللي هو الدست دايناميك، قلنا حطينا هنا الكونتينيوتي ايكويشن ودي الايكويشن اوف موشن بالنسبه للدست، وحطينا معادلتين للحاله بالنسبه للالكترونات والايونات. طب هم هنا دول ما دخلوش ليه هنا في الكونتينيوتي ايكويشن؟ لان انا قلت ان الدست اكوستيك ويف الدست هي مجرد هي اللي بتتحرك، والايونات والالكترونات هم موجودين ايه في الباك جراوند بيعملوا عمليه اتزان، بس لازم اخدهم في اعتباري ان لهم معادله او ايكويشن اوف ستيت او معادله للحاله بتاعت الالكترونات والايونات. طبعا انا لو كملت المعادلتين دول هيديني بولتزمان ديستريبيوشن اللي هو التوزيع الحراري للايونات والايه؟ والالكترونات. لما انا بشتغل دست اكوستيك ويف يبقى انا شغال ايه؟ تايم سكيل صغير جدا. تايم سكيل صغير ليه؟ لان الدست اكبر فيه الحجم وبالتالي الحركه بتاعتها بطيئه، فلازم انزل بتايم سكيل قليله عشان اقدر اعمل ديتكشن لايه؟ للدست. لو انا شغال دست ايون اكوستيك ويف يبقى انا بقول هي الموجات الصوتيه الايونيه في وجود الدست، يبقى انا لازم اشتغل في تايم اكبر شويه من الدست واقل شويه من ايه؟ من الايونات، بحيث ان انا اقدر اعمل عمليه ديتكشن او مشاهده للموجات الصوتيه الايه؟ الايونيه. طبعا دي اللي هي معادله بوسون. الطرف الايمن اللي احنا قلنا عليه اللي هو اللي بيطلع منه الكوازي نيوتراليتي او النيوتراليتي كونديشن، لو انا اخدها بصوره عامه يبقى انا لازم هشتغل على اللينير ثيوري والنون لينير ثيوري. في الدست اكوستيك ويف قلنا في عاملين في السرعه اللي موجوده عندي اللي هو العلاقه دي، في البسط وفي المقام. المقام ده او الانرجيا جايه منين؟ من الدست، يعني الدست هي اللي بتتحرك، ومين اللي بيحاول يعمل اتزان؟ الالكترونات والايونات. بنقول ان the dust acoustic wave the energy is provided by the massive dust particles اللي هي اللي جايه من المقام، صح؟ او اللي ظهرت عندي في مقام العلاقه. And the electrons and the ions provide the restoring force. يعني ايه restoring force؟ ارجاع ايه؟ احنا دلوقتي بنقول ان الدست بيحاول يتحرك، صح؟ ودي شحنه سالبه بتغير مكانها. طيب والبلازما نفسها بتحاول ترجع لحاله الاستقرار تاني.
يبقى الايونات والالكترونات بيحاولوا يجبروا الدست ان هم يرجعوا لنقطه الاتزان اللي هي كانت فيها في الاساس. دي اللي احنا بنسميها ريستورنج فورس او قوه الارجاع. خلاص، مين اللي بيحاول يتحرك؟ هو الدست. اما في الدست ايون اكوستيك ويف، مين اللي بيحاول يتحرك؟ هي الايونات هي اللي بتتحرك. خلاص، اما الدست هي مجرد في الباك جراوند بتعمل لها عمليه ايه؟ اتزان. دي شكل العلاقه بالنسبه للدست اكوستيك ويف اللي هي دي. دي اللي هي الفيز فيلوسيتي، علاقه دي بنسميها ديسبرشن ريليشن، علاقه ما بين الاوميجا والكي. ايه هي فائده الديسبرشن ريليشن؟ دي علاقه بتديني معلومات اساسيه، لينير علاقه خطيه بتديني علاقات اساسيه ما بين الفريكوانسي بتاع الويف والويف نمبر اللي هي الاوميجا والكي. لما انا برسمها بقدر اعرف خصائص الابتدائيه والخصائص الخطيه للموجات اللي موجوده عندي. طبعا هي بتتناسب مع السي دي اي اللي هو الفيز فيلوسيتي اللي احنا كتبناها من شويه، وبتتناسب مع الكي تربيع لامدا دي تربيع الكي دي اللي هو الويف نمبر اللي هو 2 باي على ايه؟ على لامدا. هنا اللامدا دي متعرفه ازاي؟ اللامدا دي 1 على لامدا دي تربيع بتساوي 1 على لامدا دي اي تربيع زائد 1 على لامدا دي اي تربيع. طيب ايه هو الحد ده وايه الحد ده؟ الحد ده جاي من الايونات والحد ده جاي من الايه؟ من الالكترونات. ان حركه الدست وهي بتتحرك موجود حواليها ايونات وايه؟ والكترونات. الدبايسفير اللي حواليها او الدبايلنس اللي انا بحسبه بسميه دلوقتي موديفايد دبايلنس. موديفايد دبايلنس ليه؟ لان هو جاي من اتنين بارتكلز، جاي من الايونات وجاي من الالكترونات، مش جاي من بارتكلز واحد بس. ده شكل الدست اكوستيك ويف اللي شوهدت في المعمل 1995. ده كان بركان اللي كان شاهدها. بالنسبه للدست ايون اكوستيك ويف دي اتعمل لها ديتكشن في المعمل 1996. وبالنسبه لاول بريدكشن نظري للدست اكوستيك ويف كان سنه 1990 راو في مجله بلانيتري اند سبيس ساينس. بالنسبه للدست ايون اكوستيك ويف اول ثيوريتيكال موديل لها كان شوكلا وسيلين سنه 1992. طبعا في موجات تانية كتير الكتروستاتيك والكتروماجنتيك، بس احنا بس بناخد لمحات عن التايتلز اللي موجوده في الدست بلازما وايه هي الويفز وايه هي الاختلافات الاساسيه ما بين الدست بلازما والاوردينال بلازما. لو احنا اتكلمنا عن الماجنتايزد بلازما هناخد بس فكره اساسيه كده عنهم. بنقول ان الالكتروستاتيك ايون سايكلوترون ويفز اكسايتد باي الكترون كارنت الونج ذا ماجنتيك فيلد، ان في تيار للالكترونات في نفس اتجاه الماجنتيك فيلد. داست استريتد از ان اموبايل تشارج نيوترالايزنج باك جراوند. الموجه دي هي مناظره للداست ايون اكوستيك ويف، بس لو انا اعتبرت البلازما ماجنتايزد مش ان ماجنتايزد. ودي شكل الديسبرشن ريليشن بتاعتي. هنا ده بنسميه سايكلوترون فريكوانسي بالنسبه للايونات. دي البروباجيشن ويف نمبر العموديه، ده اللي هو الكي تي اي اللي هو الطاقه الحراريه بالنسبه للايونات على كتله الايونات. دي بالنسبه للالكترونات، وده الموديفيكيشن اللي احنا عملناه الناتج عن دخول ايه؟ الدست. يعني وجود الدست ظهر هنا في الحد ده سالب، فلما هو سالب يعني معناه صغر المقام ده، صح؟ لما هو هيقلل المقام ده يعني هيكبر القيمه دي، صح؟ يعني بالتالي هيزود الايه؟ الاوميجا تربيع. خلاص، ودي الصورة العامة بتاعتها الجنرال ديسبرشن ريليشن. بالنسبة للموجة الأخرى اللي هي الإلكتروستاتيك داست سايكلوترون مود، دي بيكون فيها الداست هو اللي ماجنتايزد، يعني الماجنتيك فيلد خلى الداست كرينز دي اتأثرت بالماجنتيك فيلد، وده شكل الديسبرشن ريليشن الجديدة بتاعت الداست أكوستيك ويف بس في وجود الماجنتايزد بلازما. طبعا عندنا الترم ده هو الحد المناظر للالكتروستاتيك، هنا الكي تي دي على الام دي، وبرضه هي بتتناسب مع الترانسفيرس بروباجيشن ويف نمبر او العدد الموجي العمودي. هنا ده اللي هو النمبر اوف تشارج على داست جرينز، ده التغير الناتج برضه في الداست. الصوره العامه بتاعتها هي اوميجا سي دي كل تربيع زائد كي بيربندكولار سكوير على في سي دي اي تربيع. ده اللي هو السايكلوترون فريكوانسي بالنسبه للدست. طيب لو احنا عاوزين نكتب افكار اساسيه او ايه هو دلوقتي الدراسات اللي موجوده في الدست بلازما،
بنقول dust doesn't necessarily have only undesirable consequence. يعني الدست مش دايما بيبقى ليها اتجاه مفضل ان هي تروح ليه، بس احنا لازم بندرس البلازما لان هي لها، او الدست بلازما لها ابلكيشن موجود في السوليد ستيت زي يوز بلازما تكنولوجي تو برديوس باودرز ويز كنترول اوفر سايز كومبوزيشن اند ستراكشر. انا ممكن اطلع عندي باودر او ماتيريال بسايز معينه سواء في النانو سايز بارتكلز modify surface properties using material grown in plasma. ان انا بعمل treatment للsurface باستخدام الدست بلازما. ممكن ان انا بعمل عمليه دراسه للفيز ترانزيشن اللي هو الفيزكس اوف ليكويدز، ان انا بتحول من الحاله الغازيه للحاله الليكويد للحاله السوليد اللي هي كريستاليزيشن او بدايه لحاله كريستاليزيشن في عمليه الدست بلازما، ودي لها ابلكيشن في الاكسبيرمنتال بلازما كتير. Explore consequence of the understanding. إن أنا بحاول أعمل عملية تفهم إيه هو عملية نمو البارتكلز الموجودة في البلازما، وإزاي إن أنا أعمل لها control لحد إمتى هيحصل نمو للسايز ده. وكمان أو أخيرا إن أنا بحاول أفهم الظواهر الطبيعية اللي موجودة حواليا و contribution to dust grains في space. شكرا. السوبر نوفا البلازما بتاعتها المفروض درجات حراره عاليه، فهل هل مهما رفعت درجه الحراره ما اقدرش افتت الدست ده او اتخلص منه يبقى كله بلازما؟ هو احنا زي ما قلنا في بعض امثله اللي موجوده في السبيس زي ساتورن زي جوبيتر زي بعض الاجرام السماويه مش في كل الاماكن موجود الدست. يعني مثلا في اللي هي فكره الوايت دوارس والنيوترون ستار الدست مش مرجح ان هو يكون موجود فيها، بتكون ايونز والكترونز وداخله فيها كوانتم بلازما، فمش دايما الدست موجود في كل حاجه في السبيس. هل اقدر اعتبر الدست بلازما ده ورم دنس المطر اللي الدكتور محمد اتكلم عنه؟ حسب الدينستي وحسب التمبريتشر اللي انت بتشتغل فيه. يعني انت لازم تحدد انت شغال في الدينستي قد ايه وتمبريتشر قد ايه، وانت شغال في اللابوراتوري ولا شغال على السبيس. يعني في دراسات في كوانتم دست بلازما في ديجنريت بلازما، حسب الدينستي اللي انت شغال فيه ممكن الدينستي دي توصل ل 10 اس 28 او 10 اس 30، كل اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي 10 اس 15 رينج، اقل من كده بكتير على اساس ان انا بشتغل في اللابوراتوري حسب الميديا او السيستم اللي انت فاضي. Space charge بيتكون ازاي في حاله الساترن مثلا؟ ازاي space charge بيتكون بحيث يبقى عندك net field؟ المفروض يبقى في net field مش كده؟ بيتكون ازاي net field؟ يعني المفروض يبقى في external field او كده. هو بالنسبة للساترن أو السبوكس اللي موجودة عندنا، هو زي الصورة اللي أنا حطيتها، هو كان مجرد اللي هي الأجزاء السوداء اللي موجودة في الحلقات اللي حوالين زحل خلاص. فهم لما حاولوا يشوفوا التايم سكيلز للويفز دي اتلاقوها ان واقعة في التايم سكيل للدست أكوستيك ويف، ومن هنا الدست جرينز بدأت تخش. اللي حضرتك بتتكلم فيه في سبيس تشارج، احنا نظريا او ثيوريتيكال بفترض ان في فرق ما بين الدينستي بالنسبه للايونز والالكترونز. الفروق ما بين الدينستي او موجب وسالب هيتكون عندي في الكتريك فيلد ما بين شحنتين متقاربين لبعض. سو ده سيلف كونسيستنت يعني مش خارجي مش. شكرا.